أكيد حول الإحصائيات ومتحور أوميكرون وغيرها المتعلقة بكوفيد 19 في المملكة المتحدة، ينضم إلينا من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. أهلا بك عصام. إذا لو تضعنا بصورة آخر الإحصائيات حول أرقام الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، إن كان الرقم يزداد بالنسبة لمن يدخلون المستشفيات ومن يدخلون العناية المشددة. صباح الخير دينا. حسب ما جاء في البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء أمس، هناك حالة طوارئ في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع الإصابة، بارتفاع حالات الإصابة وأعداد المصابين بأوميكرون. الأرقام حتى الآن يعني لا تنذر بالخطر الشديد، لكن هناك جدية في التعامل مع هذا الموضوع. الخشية دائما هي من أن تغرق المستشفيات بأعداد كبيرة من المرضى. أيضا الأرقام التي يتحدث عنها العلماء تقول أن هناك يعني الإصابات بنسخة أوميكرون تتضاعف كل يومين، وهذا أمر يبعث على القلق. هنا في لندن مثلا في كل النواحي في العاصمة، وهي 32 ناحية، هناك ارتفاع في الإصابات. لذلك جاءت تصريحات جونسون بالأمس التي قال فيها أنه على كل شخص فوق السن 18 أن يبادر فورا إلى الحصول على الجرعة الثالثة أو المعززة من هذا اللقاح لكي يتم السيطرة على انتشار هذا اللقاح. وقال إن جرعتين لا تكفيان، لذلك لابد من الحصول على الجرعة الثالثة. طبعا كما تعلمين هذه التطورات في وقت حرج جدا بالنسبة للحكومة، إذ أنه يسبق فترة أعياد الميلاد التي يستعد لها الناس بشكل خاص، وهناك طبعا تكثر اللقاءات الاجتماعية. لذلك هناك ضرورة إلى العودة إلى الإجراءات التي كانت سارية من قبل، عن طريق ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها. لكن هناك إجراءات أخرى قد تتخذ في المستقبل وستعرض على البرلمان، ألا وهي ضرورة الحصول على تصريح أو على يعني أن يكون مع الشخص شهادة تفيد أنه حصل على التطعيمات من أجل الدخول إلى الأماكن المغلقة في المستقبل. وهذا طبعا أمر سيتم بحثه في البرلمان. وصادق جاويد أيضا وزير الصحة قال بأنه أكثر من 40% من البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة المعززة، ولذلك ربما مع اقتراب أعياد الميلاد هناك سباق، كما كنت أقرأ الآن على موقع بي بي سي، سباق لإعطاء نحو مليون جرعة معززة يوميا هنا في بريطانيا. صحيح، بالأمس قال جونسون أنه تم إعطاء نصف مليون جرعة، وهذا رقم عالي جدا طبعا، لكن قال إننا نطمح أن يكون هناك عدد أكبر أو نسبة أكبر من هذا العدد. كما ذكرت دينا، هناك حوالي 20 مليون شخص أو أكثر حصلوا على الجرعة حتى الآن، نتحدث عن الجرعة المعززة. لكن الحكومة كانت قد قالت أن الهدف هو حصول أكبر عدد ممكن من الناس على هذه الجرعة مع نهاية شهر كانون الثاني يناير المقبل، لكن جونسون قال أنه تم تقريب هذا الموعد إلى نهاية هذا الشهر، أي أننا سنكون بالفعل في سباق مع الزمن من أجل منح أكبر عدد من الناس هذه الجرعة المعززة. أشكرك جزيلا عصام عكرماوي مراسل بي بي سي في لندن، وصباح الخير مجددا. ولكم مشاهدينا كل الشكر. يمكن أن تتابعوا المزيد من الأخبار في الاقتصاد والسياسة والعلوم والتكنولوجيا عبر موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com.